نزول الله وبركة الأخ سعيد اللي كنا نشوف الموضوع سهل. كان واحد المدير في الشركة الوطنية للنقل والتجهيز قديم، خدام في إطار الأمور ديال الشركة التنمية المحلية باقتراح ديال وزارة الداخلية في سائر المدن في المغرب. المشكل ديال الشركة التنمية المحلية دواء على الشفقي، كاين إيجابيات كاين سلبيات، اللي مطلوب منا حنا فراش وحنا نستافدو من الإيجابيات نحلو المشاكل ديال السلبيات. السيد الرئيس معايا، هذاك المدير اللي كان ديال الشركة التنمية الشركة ديال الاس ان تي اي قديم، مشى في الأمور ديال التنمية المحلية كيف جاتها وكيف اقتراحات اللي جاب وزارة الداخلية واللي صدقوا عليه مجالس الجامعات، ومشاو في إطار ديال النسبة المئوية. جا مدير جديد، يعني إما ما بغاش يسير وما بغاش يدخل هاد الجريمة وما قدوش عليها هاد الشركة، وإما يعني عراقيل أخرى اللي لا عندها علاقة لا بالميثاق المساهمين ولا بالعقد التدبير ديالها، ويخالف القانون ديال الشركة. هذا الموضوع يعني كانت الحصة فيها 20%، اليوم تيطلب 34%. واش تكون عنده اكثر من ثلث باش يكبر تاع عقد اللي بمجيء الاداري، ما يجوش لان مجيء الاداري تيطلب فيه ثلث. هذه امور اخرى اللي جا السيد المدير الجديد يراها. حنا كمجلس هذا ديالنا وخصنا نعلموا ويعرفوا اعضاء المجلس حتى المساهمه ديال الشركه راه وزاره الداخليه اللي عطاتها لهم، لان وزاره الداخليه مع المجلس وبات تسهل وبات المحطه تحل وبات المشاكل يتحلوا. هذه الشركه راه ما عطيت الدراهم. اليوم اللي خصنا نطلبوا ان شاء الله بعد الاجتماع ديال الثلاث كي قال الاخ سعيد، هو انه نطلبوا من السيد وزير الداخليه هذيك المساهمه تعاود ترجع. الا هاد الناس ما بغاوش يمشيو معنا في هذا التدبير اللي حنا كنشوفوه في مصلحه ديال الفراج ويقرب فيه المجلس الجماعي، يتعاود من الاول على منا نزيدوا هاد الشيء لراسنا او نديروها بالضبط قطاع خاص بالنسبه اللي غادي نديروا فيها، او الفكره اللي جاوا بها الاخوان ديال الشركاء القدام مع القطاع الخاص. فين كاين المشكل في هذا الشيء؟ هذا هو المشكل اللي عندنا. هو كان مدير، جا مدير يرى رؤيه اخرى، يرى تدبير اخر، ومعرقل لنا الجماعه ومعرقل لنا مرفق كبير اللي غادي يستافد منه المدينه ويستافد منه المواطنين في مدينه مراكش. هذا هو الموضوع. السيد ممتن السيد الوالي الله يجازيه بخير على الشيخ الصحيح، يوصل السيد الوالي بدون شك لانه تبع ولانه غدا ان شاء الله هو رئيس المجلس الاداري، يعني عارف هذا الشيء وتبعوه. هذه الشركه تعرقل لمصلحتها الخاصه ماشي لمصلحه المواطنين، ماشي لمصلحه مراكش. يقال تيقربوا على اكبر نسبه في المساهمه اللي تفوق الثلث، تيقربوا بانه تدبير كل شيء عندهم وبقى الجماعه كالمتفرج. هادشي اللي كاين السيد الرئيس، وشكرا لكم، سمحوا لي على الطريقه باش نهضر.